يا صباح النور عليك مريم، وصبح على سعود وعلى الشيف، وأكيد على السادة المشاهدين الكرام. نفس ما ذكرته، في العاصمة أبوظبي وتحديدا جزيرة السعديات، اللي دائما تحتضن مؤتمرات وفعاليات تهدف لتحقيق رؤية دولة الإمارات وأكيد تعزيز مكانة العاصمة أبوظبي. فاليوم قمة فورس للشرق الأوسط، ولتأتي أكيد بالتعاون مع بيور هيلث، يطلقون النسخة الثالثة من هذه القمة لتحمل شعار تجاوز الحدود، تعزيز الصحة من أجل عمر أطول. بداية نشوف الاهتمام الكبير من قادة دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية لضمان مجتمع خالي من الأمراض بقدر الإمكان، من ناحية تطوير أدوية جديدة، تقنيات جديدة مستخدمة مثلها تقنية الذكاء الاصطناعي، اللي شفنا أنه لما دخل في القطاع الصحي غير العديد من الأمور. الحالة التشخيصية للمريض صارت قليلة، حالة الوفيات صارت قليلة، تطوير الأدوية من ناحية مفعولها للجسم فأيضا صار مفعولها أقوى عن قبل، فصرنا نستبدل الأشياء القديمة نوعا ما بأشياء متطورة بتقنيات حديثة تواكب العصر اللي نحن فيه، وأيضا مهمة في ضمان جودة الحياة لدى الأفراد. فاليوم هذه القمة تسعى أيضا لتحقيق رؤية دولة الإمارات نحن الإمارات 2031 لضمان حماية أفراد المجتمع، تعزيز مكانة العاصمة أبوظبي كإمارة حاضنة للعديد من الكوادر الطبية الشبابية. بالإضافة أن هذه الرؤية أيضا تركز على نقطة جدا مهمة، أن الأدوية تكون متاحة ومتناولة في أيدي الجميع ومناسبة لجميع أفراد المجتمع. فبعطيكم مثال عشان أوضح هذه النقطة. نحن نستخدم في علاجنا بطاقة ثقة في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة لصرف الأدوية. بعض الأحيان نشوف أن ثقة ما تشمل هذا الدواء، فتكون يا تكلفتها عالية نوعا ما أو تكون قليلة نوعا ما. فنحن نتكلم عن هذه التكلفة العالية، فلازم اليوم في هذه القمة يركزون على هذه النقطة، أن إذا كانت التكلفة ما تشمل بطاقة ثقة لابد أن سعر الدواء يكون في متناول أيدي الجميع، بالإضافة أنه أيضا يناسبني أنا كمريض ويناسب مريض آخر. فاليوم راح يناقشون العديد من الأمور المتعلقة بتطوير هذه الأدوية، بدخول تقنيات جديدة غير الذكاء الاصطناعي من ناحية تطوير هذه الآلات باستخدام تكنولوجيا معينة، من خلال تواجد الجهات الحكومية وأيضا الجهات الخاصة في مجال القطاع الصحي بهدف تعزيز العلاقات، لأن جميع هذه الحلول تصب في مصلحة الأفراد، ونحن نبغي مصلحة اليوم الأفراد من ناحية الوقاية الحماية. فراح يديرون هذه القمة العديد من الخبراء المتخصصين والأطباء والمسؤولين والوزراء، ليتطرق في المواضيع تحسين جودة ضمان رعاية الأفراد. وغير هذا راح يسلطون الضوء على نقطة جدا مهمة، وهي وجود كوادر شبابية إماراتية في مجال القطاع الصحي، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مع تأكيد أنهم في أهب الاستعداد لأي حالة طارئة نحن لازم نعدل عليها ونواكب هذه الحالة باستخدام هذه التقنيات الجديدة. فأكيد راح نشرح العديد من التفاصيل والمعلومات مع ضيوفنا خلال طلعتنا القادمة. نرجع لكم زملائي بالكلمة.